أنا أقول لك شنو سووا. خذوا بعض المعتقلين وضعوهم في نجمة سداسية، نجمة داود السداسية، في غرفة مظلمة وفيها بعض الأضواء الخافتة، وعلقوا صور جنسية فاضحة جدا، وصور فيها أطفال مقطعي الرؤوس والأشلاء. Much is heard about the severe brutal types of torture Muslim prisoners face in the American administered prisons around the world. From waterboarding, to extreme cold temperatures, to stressful positions for hours, to forced feedings through pipes, etc. But have you heard that they are also known to apparently use devils and black magic on the prisoners? Yes, listen to what Guantanamo survivor, Shaikh Fayez alKandari, mentions about some of the things they witnessed in Guantanamo. لأن المعتقل وليد الحاج ذكر أعتقد في تغريدة أن الأمريكان استخدموا السحر الأسود في المعتقل وأنه بنفسه شهد أنك رقيت أحد المعتقلين. كلام أخي في الله وليد صحيح، هذا حدث، ولست أنا الوحيد الذي يعني رقى، في كثير من أخواني كذلك يرقون. يعني مسألة أن هل استخدموا السحر في غوانتانامو، هم استخدموا أمورا واضح أنها سحر. هل أرادوا إيهامنا بأنهم يستخدمون السحر وهم لم يستخدموه، أوهمونا بذلك؟ أنا أقول لك شنو سووا. خذوا بعض المعتقلين وضعوهم في نجمة سداسية، نجمة داود السداسية، في غرفة مظلمة وفيها بعض الأضواء الخافتة، وعلقوا صور جنسية فاضحة جدا، وصور فيها أطفال مقطعي الرؤوس والأشلاء، ووضعوا موسيقى عبدة الشياطين، ودهنوا بعض المعتقلين بدهان، وكانت هناك تعاويذ وبخور. ماذا تفسر لي هذا؟ هذه طقوس السحر. يعني هي مرت علينا في 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 وقت زمني كانوا يكثرون من هذه الوسائل للمعتقلين. في هذا الوقت مرة أخذوني للتحقيق، وقتها كانوا مو مسموح لنا أن نحلق ولا نقص شعورنا يعني. ففي ذلك الوقت أخذني المحقق وأنا مقيد، فياب معاه كيس وقال للجندي ومعاه ماكينة وقال له أحلق رأسه، حلق لي رأسي وأخذ الشعر ووضعه في الكيس وربط الكيس وأخذه. في نفس الوقت كانوا يأخذون بعض الأخوة إلى التحقيقات ووضعهم في نجمة داود السداسية وإلى آخره. فأنا بصراحة في ذلك الوقت ضاعفت أورادي، ضاعفت قراءتي القرآن، كنت أقرأ البقرة يوميا أكثر من مرة أحيانا، غير أورادي الأخرى، غير الذكر، لأني حقيقة لابد أني أحتاط. فالغرب يتعامل مع ما يسمى بالباراسايكولوجي والعلم ما وراء النفس. شوف الستارغيت، ستارغيت تؤكد بأن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم هذا النوع من أنواع العلوم. هل في أعراض ظهرت على بعض المعتقلين اللي؟ نعم، ظهرت بعض الأعراض على المعتقلين سحر. ومرة من المرات يعني مسألة الجن، طبعا هذا من مما هو معروف عند ذكرها العلماء أن الجن يكثر في الجزر. فمرة من المرات أنا كنت قاعد بنص الليل والشباب كانوا نايمين أمامي في عنابر الدرجات الأولى اللي مفتوحة على بعضها، فسمعت صرخة من هناك، كلهم متلحفين بالشرشف بالليل نص الليل، هدوء كان وقتها، ما كان فيه إزعاج. هذا الشفت أظن شفت النخلة، شفت النخلة كان هادئ، ولا أسمع صرخة، التفت طالعت ولا أخي قوم، بعدها الثاني صرخ وقام، بعدها صرخ وقام، بعدها شو السالفة، واللي يقول أي رجلي إيش ليه مو مسافة، وأنا طالع منبهر. فالأخ البعيد قال يا جماعة واحد رفسني، اللي بعده قال حتى أنا رفسني على رجلي، الثالث قال أنا رفسني أنا رف، كلهم نفس الطريقة. فأنا قاعد تضحك، قلت والله شكله جني قاعد يرفسكم من أولكم إلى آخركم. يعني هذه من مضحكات يعني هذه واحد من الشباب بعد ما ظلينا فترة كان في جن يعني تحس فيه، بعدين اختفوا لأن ما شاء الله العنابر كلها قرآن 24 ساعة، ما شاء الله الشباب والله العظيم كدوي النحل. فما مرت سنة إلا واحد من الشباب شاف رؤية، شاف قافلة، رؤية قافلة من الجن وراحلين عن الجزيرة، اللي مفقوعة عينه، اللي مكسورة إيده، اللي مشقوق الوجه، وهم رايحين وينظرون للشباب بحزن ويمشون طالعين من الجزيرة جرح الحرب. السحر كان يستعمل في أغلب الشباب،
أغلب الشباب، ولكن فضل الله عز وجل الشباب بكثرة قراءة القرآن والأذكار والتحصن كانوا يعني كانوا ثابتين. وبعدها طبعا يعيش في حالة خارج إرادته، بعدين يجي المحقق يأخذ في غرفة التحقيق كيف أصبحت، وهو يعرف أنه مسحور. أي نعم. حالتك كيف؟ يقول أنا تعبان وكذا، ويقول له تريد تتعالج؟ يقول تتكلم معي أسألك سؤالين فقط وتتعالج. How hypocritical is it for a nation to break their own endorsed international laws and detain innocent people indefinitely under inhumane conditions, torture them, and yet speak in the name of human rights? Hence, their use of devils and black magic doesn't come surprising, as this hypocritical nature and oppression and wrongdoings is what the devils would ideally promote. So stay distinct from the allies of the devils and promote good and forbid the evil. Call for the closure of Guantanamo Bay and all similar prisons.